السيسي انا بتالي وعايز ينظم بقى يدبح سلامي زي عبد الناصر. هو انا بشوف حاجات كتيره من رئيس السيسي عايز يعملها زي عبد الناصر، وبيشبه حاجات كتيره بعبد الناصر. فانا حاسه بقى ان هتكون ان شاء الله كل سنه، وهو وعد بذلك، ووعد بحاجات كتيره قوي للبحث العلمي والابتكار والكلام. طب ايه ابرز الابتكارات اللي كانت موجوده ايام حضرتك ايام ماسكه البحث العلمي؟ ايه ابرز الابتكارات؟ يعني في مخترعين ومبتكرين كانوا موجودين ايام حضرتك، وايه ابرز الابتكارات اللي اتعرضت واتقالت؟ انا هقول لك، احنا عندنا في الاكاديميه في مركز بتاع توثيق براءات اختراع، انا وانا تلميذه وبدرس يعني عملت براءه اختراع، ثم لما كبرت عملت براءه تانية. البراءه الاولانيه اشتريتها امريكا وسجلتها، وانا اول براءه في المركز ده اشتريتها زمان بقى. كان الدكتور تركي قال لي نقول كام، انا مش عارف حكايه انهم ناس يشتروا، هو راجل اكاديمي من الجامعه وكان يحب يهزر كتير، فانا داني قال لي ايه حكايه الشراء، هو احنا بنبيع بحث علمي؟ قلت له ده حقوق الملكيه واحنا المهم. فاظن اتقال 5000 جنيه حاجه زي كده. دي سنه 62 او 61 مش فاكره، يعني 62 في الالوان. فاحنا سجلناها في الاكاديميه بحث علمي واشتريتها حق استغلالها، وده شغلي مع استاذ ويلي ماخو، كان معين في كليه الهندسه، راجل نمساوي. ويلي ماخو كان جامعه القاهره عندها اساتذه اجانب بعد الحرب العالميه، يعني لانه هربوا للكن نازيين وبتاع، فجامعه القاهره نصحيب استغلوا اخذوا خيره العلماء دول. وبعدين الدكتور تركي طلب بقى من الدكتور ماخو ده اللي هو كان رئيس التعليم في جامعه القاهره هندسه القاهره، اعمل لي معمل للبحوث الكيمياء التطبيقيه. فانشا هو ده بالانتداب، كان بيجي منتدى وانا اول طالبه دخلت معاه اشتغلت في هذا، واول بالصدفه بقى الشغل معاه، مع ان كان في الاول صعب جدا ومش فيش نتائج، وكل ما يجي لي اقول له زعلان انا مش راضي ارسب الموضوع ده. مره كده دخل فلقاني بضحك قال لي يا في ايه؟ قلت له عرفت اوصل. فكانت له فرحه جميله كمان، وانا كان البعثه جات لي يعني، كانش قال هيرضوا يسفروني بره. فالراجل ده اعطاني يعني الاساس العلمي المظبوط، وكمان يعني زي الواحد يفكر، يعني هو مش معايا طول اليوم يبقى معايا يعني يراعيني زي ابويا ولا بتاع، لا ده بيجينا مرتين ثلاثه في الاسبوع او ساعات بعد الدور بالصدفه، في اجتماعات مع رؤساء الاقسام ومدير المركز. فكان يخش من بعيد كده يلاقي نور ينزل يلاقيني يقول لي انت بتشتغل 24 ساعه في اليوم ولا ايه؟ فكان مبسوط قوي بان انا يعني منتظم جدا جدا لا تتخيل. انا يعني كنت بحس ده برتاح فيه اكتر من بيتي، كنا ساعه بنقعد 10 11 بالليل. كان المركز محطوط في حته شارع التحرير ده، كان حته منه عزبه الورد اتبنى عليها بعد كده اتشالت، ومركز بوس البناء. فكنا بنخاف نمشي. لا مركز كون بحوث ده بعد 56 الله، لا انا بشتغل فيه حاليا دلوقتي. بيتبنى ده. فانا ما كنت عايزه اسهر التجربه، مش عايزه اوقفها في شغل، فاشوف زملائي الاولاد فين، لان خايفه امشي لوحدي بالليل، فاشوف مين هيسهر النهارده عشان امشي معاه لمدى الدقي. ما فيش كانت مواصلات خالص 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 ولا اي حاجه بتوصل فيه. فكان بقى ايه لميدان الدقي فيه، كان انا كنت ساكنه لسه في حلميه الزيتون، جاره محمد نجيب ويوسف صديق. في اتوبيس كان بيوصل للجيزه للجامعه، وكان بيوصل في ميدان الدقي بيقف، فكنت بمشي بقى ميدان الدقي ماشي 5 دقايق ما يجراش حاجه. ف بس يعني ادي النشاه بتاعت المركز خان بحوث، اسست على ايد هذا العالم القدير. هو راح بعد كده خلص مهمته مع مصر سنة 60 للشركة اللي اشترت البحث، خدته عندها عشان يبقى محكم براءات اختراع، وهو اللي اشترت شغلته عندها عينته عندها، فساب مصر وراح لعايز الشركة في أمريكا أم كيم برودكتس بتاعت فيلادلفيا في أمريكا. كنت أنا لسه بقى ما خلصش الدكتوراه، كان عطاني الموضوع، الموضوع كان جميل جدا منه برضه، طلع حاجه زي البراءه بس احسن كمان.
لان احنا عملنا الاساس لجهاز يتابع الكوروجن او عدم الكن بطريقه مبسطه. عمليات الكوروجن بتاعت الميتالز التآكل والصدى والكلام، حطينا الاساس بتاعها بتركيبه نقدر نسميها بدائيه، بنجيب الاجهزه بالاستعانه مع واحد امريكاني كان شاطر قوي في الالكترونيات والكهرباء. لما نجحت دي والتجارب بتاعتي دي اتعمل منها جهاز دلوقتي بيبيع في السوق، جهاز الامبيدنس ميجرمنت. امبيدنس بالانجليزي كده ملوش ترجمه عربي يعني. فده الاساس بتاعه شغل البي اتش دي بتاعي، اساس لتكوين جهاز يستخدم لقياس ومعرفه حاله الفلز او السبيكه في اي حته، في المصنع في السوق. ما انا تحت اشراف ماخو ما اهتمش، كنت ده بس اخذ الفكره. حتى كتير كان بيجوا يعني